بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم باعمال وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات الدكتور واعد باذيب مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي سبل تعزيز التعاون في قطاعات التنميه والاتصالات ووقف اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي امام التحديات التي تواجه العمل الانساني والتموي في المناطق الخاضعه لسيطره ميليشيات الحوثي الانقلابيه مع التركيز على اهميه ضمان وسلامه وامن العاملين في المنظمات الدوليه وخلال اللقاء استعرض الوزير باذيب نهج المسارات التنمويه التي تتبناه الحكومه ويهدف الى تحقيق الانتقال من الاعتماد على المساعدات الخارجيه للاكتفاء الذاتي مشيرا الى الجهود التي تبذلها في تبذل في مجالات مكافحه الفساد والاصلاح المالي والاداري وتطوير الموارد الاقتصاديه واكد الدكتور وعد بديب على التزام اليمن بتحقيق اهداف التنميه المستدامه رغم الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد، لافتا الى ان الحكومه تحافظت على الفريق الوطني الذي اعد الاستعراض الوطني الطوعي كآليه مؤسسيه مستدامه لمتابعه التقدم المحرز واقتراح الاصلاحات اللازمه، من جانبهم اشاد سفراء دول اوروبيه لدى اليمن بالجهود المبذوله من قبل وزاره التخطيط والتعاون الدولي، مؤكدين على تقدير كافه او تقدير فريقهم للحوار المفتوح مع كافه الجهات الحكوميه